يا صباح الخير ياللي معانا، واللي معانا دول مش اي ناس، دول اجدع ناس في الدنيا، مشاهدي قناه الاهلي وجماهير هذا الكيان العظيم، جماهير النادي الاهلي في كل مكان في العالم. صباح الفل على كل حضراتكم، حلقه بدايه الاسبوع من 10 الصبح في الاهلي، وان شاء الله حضراتكم تسعدوا معانا بحلقه النهارده. خلوني في البدايه بس اقول لكم ان انا يعني هكون موجود مع حضراتكم النهارده وكام يوم اللي جايين منفردا للاسف الشديد، نظرا لان الزميله العزيزه نهاوند يعني اصيبت بفيروس كورونا. طبعا بنقول لها مليون سلام عليكي، وان شاء الله تكون يعني تعدي على خير كده وتكون الاعراض خفيفه وترجعي ان شاء الله مره ثانيه تطوري مكانك وتطوري الاستوديو وتنوري 10 الصبح في الاهلي. الف سلامه عليكي وان شاء الله خير باذن الله. طيب حلقه